يا عريس يا عريس ونفاد الزين يا عريس جياله أمينة يا عريس راكب السفينة يا سفينتي هي جاية من عمرة تعال انت قلت لي هتخربها في فرح ولولو لولو لولو ويجي عامل طوله طوله لولو بتقول لولو قسما بالله لو قلت لولو لبطل مفعوله مفعول ايه؟ جيل الغباوة اللي انت وارثه من اهلك ده غور ياي استقبلها ومش عايز زيت ولا زنبليطة غور وده هي كفير عندي يقول لولو معلش معلش سيبك منه ده مجنون والله العظيم يخرب بيتك ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه التلوث البصري ده؟ دي كسوة كنبة دي ولا ايه ولا مدلوق عليها ورق عنب وايه الاصفر ده؟ كركم كركم يا ابوي على الحقد والغل تسلخات النفوس ملهاش مراهم يا عم روح يا راجل طير طير ايش فاهمك انت في الشياكة؟ ايه البنطلون ده؟ اي الدرجة دي دي بتها منين الدرجة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لزرق 100,000 درجة شفتهم كلهم وقفشت بدي انا ما شفتش الدرجة دي غير فبصمت الشهر العقاري والله العظيم بندم على البيعة بيفضل لازق في صباعي 11 اسبوع يا عم طب اللبس يتغير حش حش النيولوك ايه يا عم بتكبر مناخيرك على اخوك يعني انا عارف الناس تكبر الجي تكبر الدي تروق الدي تروق الدي لكن تكبر مناخيرها جديده دي ايه يا عم المنجار الطويل طلع موضه اي حركه هضرب في المليان ولما اضرب في المليان بعدين ده مش عمليه ولا نيولوك ولا حاجه دي حاجه حقيقيه عادي طبيعي طبيعيه طبيعي يبقى كنت ماسك شاكوش مش هينفع اقدم انا فاضل لي كلمتين بس وابقى اول عمده ال شيب اللي شيب هو انت في حد تاني في حياتك وايه السؤال ده ايه معناه سيبك انت سيبك انت انا ما بصدقش انك جايب لي امينه خليل لحد نهرج ليها فوق رقبتها وركعه عشان تجوز هاني وانا مسرور السياف يا ايه الخيال المريض اللي انت قلته ده ده احنا عاملين حوارات قدك ده عشان بس تقبل تاجي وانا خبر زين اول ما تشوفك ولا كنا شايفاك زيرو كاريزما نفادي حياة ابوك ركز معايا لان انا حياتي على المحك محك مين يا عم الحك بس اقول لك على حاجه انت عندك حق لا انت هتقول لي كل المردفات ما تخلص خش في الموضوع ائذن لي بقصه يا كبير تطمنك شويه لا زمان كان في شاب فقير نفسه يتجوز بنت سلطان السلاطين تلاقيه وادخرتي عايز ياخد فلوسه يقول لها ماني دونت ميك هابي سلطان السلاطين حط 3 شروط تعجيزيه لاي حد عاوز يتجوز بنته اولا دوار كبير في بلاد الهند فيل كبير في بلاد السند حته لحمه من عند الزن يعني كده ما احكيش يا ريت ده هو ده المطلوب وجوهره مدفونه في مقبره الاسكندر الاكبر اذا كان ما لقوش المقبره ذاتها شروط تعجيزيه البطل هيتجنن هيموت ويتقفل عليه باب واحد هو والأميرة خابر بطلنا عشان يتجوز الأميرة عمل إيه؟ عمل إيه؟ عمل اللي عليه حيت أمك